ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء، وشفنا جزارة افندينا. دلوقتي جينا لفقره المطعم مع منى. معودينكم دايما في فقره المطعم مع منى ان احنا نجيب لكم مطاعم او حتى مصانع للمواد الغذائيه غايه في التميز، ولان مبدا سياده الرئيس هو العمل، فدايما بنحب نلقي الضوء على النماذج المشرفه اللي يحتذى بها علشان الشباب اللي طالعين يشوفوا قد ايه النماذج دي نجحت ويحاولوا ان هم ينجحوا زيهم ويبقى مثل يحتذى به. النهارده معانا ومعاكم مشرفنا في الاستوديو الاستاذ هاني عزمي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك حضرتك. والاستاذ سامح حزمي، اهلا وسهلا اهلا بحضرتك، بحضرتك. اصحاب مصنع بسكو منتو الحلويات والبسكوت. بنحب نرحب بحضراتكم، اهلا اهلا بيك. وسهلا اهلا بحضراتكم. اهلا بحضرتك. وسهلا. اهلا بيك. طيب في البدايه حابين نعرف بدايه مصنع بسكو منتو، ازاي بداتوا، ازاي فكرتوا، وازاي ما شاء الله المصنع بقى اسمه رائع كده بالمنتجات المميزه بتاعت حضراتكم. هو البداية بدأت من الوالد. ما شاء الله. الوالد بدأ مصنع صغير وبعدين متوسط وبعدين نقلنا في منطقة صناعية مصنع كبير. فتدريجي بدأنا بقى في البسكوت، بعدين اللبان، بعدين النعناع، كل منتج ورا التاني كده لغاية ما انت شايفة ما المنتجات شاء الله كلها اللهم بارك، فعلا موجودة. حاجة مشرفة جدا. الحمد طب لله. إيه يعني، هو الـ الآباء ورثوا للأبناء، بالظبط كده. جميل واحنا جدا حبينا الموضوع ده. ما كان شاء الله. الوالد يقول لك ايه، والدي ووالدك في البيت، تعالى هنا في الشغل حاجه تانية خالص. هو انا ده كنت الصح. خريج اداره اعمال، بكالوريوس تجاره اداره اعمال، بس حبيت التسويق وحبيت الشغل، انزل واشوف التجار والعين، اشوف المنتج عايز ايه، السوق عايز ايه، حبيت الفكره. فلقيت الموضوع كويس جدا، ان فيها تنمية، يعني الواحد بيطور نفسه كل يوم عن التاني. جميل جدا، جميل جدا يا استاذ هاني. عندك طبعا هي الكاميرا جايبه لنا دلوقتي المنتجات الجميله، عايزين حضرتك تكلمنا على الاصناف اللي انتوا بتقدموها في بيسكو مونتو عشان كمان التجار والموزعين يعرفوا الاصناف دي، وطبعا تتوزع في كل المحلات وعند كل التجار. أكيد طبعا. حضرتك كلمنا بقى عن المنتجات. أهو بس المنتجات، هنبدأ مثلا أنا ببدأ بفئة ربع جنيه ما لغاية شاء 2 الله، جنيه ربع جنيه عندكم ربع. حاجات بربع تخيلي جنيه، نعناع بربع النعناع جنيه، بربع جنيه. نعناع بربع جنيه، طب تمام. يعني حاجة كويسة بالنسبة. جميل، أصل احنا لازم نخاطب كل الفئات وكل ايوه الطبقات، برافو، صح كده، المدارس، جميل. الشباب الاطفال والجامعات، الصغيرين الأطفال بيحبوا جدا الصغيرين. النعناع بالظبط كده. جدا، فأنا حبينا إن احنا نعمل حاجة بربع جنيه، بعدين نص جنيه، بعدين جنيه، بعدين 2 جنيه. ممتاز. يعني في ده عندكم مثلا، حاجه بنص جنيه؟ ده مثلا بنص جنيه، في يعني بنص الدلع ده، جنيه. فواكه بقى كل نوع، في الدلع ده ممكن فراولة، بس نبين في الكاميرا، ده نعناع بنص جنيه، ده نمسكه نعناع بس بنص جنيه، شويه. اوكي فراولة، تمام، ده نعناع، ما شاء الله، بتعمل بيبسي، الكوكاكولا، تمام، بتعمل بطيخ. الله الله. يعني أصناف حلو بنص جدا جنيه ما حلوة شاء الله، للشباب، وطعمها برضو بيور. حاجة جميل أنا بجيب حاجات كلها مستوردة من بره جميل ما شاء في الله، بالنسبة للخامة. بعد كده ننقل لأبو جنيه بالنسبة برضو للنعناع، حلو برضو جدا. 4 طعوم، الكولا والنعناع نعناع بطعم الكولا، ايوه جميلة جدا، والفراولة والبطيخ برضو. يعني اصناف برضو ايه، بجنيه برضو، بحيث ان احنا بنخاطب جميع الفئات، كل تمام، حاجه بسعرها. ممتاز جدا، طبعا الشوكولاته برضو، بسكوت حلو بالشوكولاته، قوي مغطى الشوكولاته، بسكوتك ما شاء حلوه، الله، محشيه من جوه ومغطسه من بره، شيكو بونو. شوكو بونو. جميل وكنا بنصدرها برضو، المنتج ما كان شاء الله بيتصدر. ما شاء الله، حاجة مشرفة جدا. دي اسمها بي باي، برضو شوكولاته عليها طبقتين بسكوته بنص جنيه، عليها طبقتين شوكولاته، شوكولاته بيضه وشوكولاته بني. الله، فالناس بتحب حاجه جديده التيست بالنسبه، بتاعها مختلفة. الفكر الجديد بيحب برافو، في السوق كده حاجه زي اكيد كده. تمام. طبعا في اللبان بالعسل، لبان بالعسل، اللبان بالعسل الاطفال بيحبوه قوي، بالظبط كده، قطعه لبانه على شكل راكت، كره راكت، تمام، الناس بتحبها. ممكن بس نثبت ايدينا عشان الكاميرا، ايوه اوكي شكل كده لبانة بالعسل، من جواها محشية عسل من اوكي جوه. ايوه فيها برضو فئة ربع جنيه جميل. بسكوت طبعا ويفر، ده ويفر منتج لسه جديد، يعني مش هتتخيلي حجمه. أنا عايزك أنت تحكمي الحجم ده بكام. نوريلي مستهلك الكاميرا، بس الكاميرا بتاعتنا، الحجم ده كام كاميرتنا مستهلك؟ اهي، اتفضل، ايوه فالنتينو ده بكام ده بقى؟ تخيلي أنت بكام مستهلك؟ بكام؟ بجنيه مستهلك. مش معقول، فبقول مش لك يعني احنا معقول، ده انتوا هايلين عايزين نعمل حاجة في جدا. السوق. المخرج بيقول لي انا ايه ده، ايه السعر ده؟ انا ما شاء سامع الله، يقول لو ده بجنيه مستهلك هم 2 جنيه شكوا ايه. بالظبط ده هوريك الجنيه. ازاي، يعني حاجة جميلة الحمد حاجة لله. محترمة جدا الحمد لله احنا بنعمل حاجة ما كويسة شاء في الله السوق بجد، ونخاطب ما كل شاء الناس، الله، بحيث الاسواق كلها
طيب الحاجات اللي عندي مستر سامح بقى ممكن حضرتك تقول لنا عليها؟ في حاجات بقى زي القطعه برده بنص جنيه ما شاء الله، عباره عن حاجه زي الفوريو. الله، دي بايه؟ بنص جنيه؟ عباره عن كاكاو، بسكوته بالكاكاو، معجونه بالكاكاو، حلو جدا، ومحشيه وقطعتين بنص جنيه. ممتاز ممتاز جدا. ممتاز. البابلز ايه؟ اوكي، نفس اللبان البرودكتس. اوكي، ده في قطعه شوكولاته، قطعه شوكولاته المفاجاه دي سعرها اوكي، دي قطعه شوكولاته زي دي. الله، دي بنص جنيه عندنا. ممتاز، قطعه شوكولاته شوكولاته. انا ما شفتش كده. نخلي بس الكاميرا. ايوه تمام، حلو جدا. وعندنا الشوكولاته السايله اللي هي السايحه دي. ايوه عارفاها. ايوه، عندنا منها قطع، عندنا منها بجنيه ونص جنيه. دي نوتيلا، نوتيلا يعني نوتيلا بيور. الكاميرا اهي، كاميرا حضرتك. ايوه بينها كده كده. دي بجنيه وعندنا منها بنص جنيه كمان. كل الموزعين، كل التجار، ما اعتقدش ان في اسعار كده. يعني دي سعر المستهلك، فما بالك بالسعر ليك انت؟ يعني هتعرف تطلع لا. هامش ربح محترم جدا لو اخذت المنتجات بتاعه مصنع بيسكو مونتو لكل الموزعين لكل التجار. كمان في تصدير، يعني احنا ممكن نصدر كمان للدول العربيه. تمام. فلو في الاشقاء العرب لو حابين حد تستوردوا هذه المنتجات، اعتقد ما فيش اقل من السعر ده ولا اعلى من الجوده والجمال ده. حتى مهتمين بالكفر بتاع المنتج ده. حاجه ب2 جنيه، ب2 جنيه. لا ده غدا. ايوه، يعني انت رايح شغلك، لو رايح شغلك، لو رايحه مدرستك، لو ابنك نازل، اعتقد ان دي غدوه لي او فطار لي، وكل ده ب2 جنيه. فجوده ومنتج هايل وشكل حلو يحبه الاطفال والكبار، وبرده سعر على قد الايد، مفيش احلى من كده. لا بجد انتوا كده مدلعين الناس. في عندنا كمان شوكولاته قطعه اسمه افندينا. افندينا ده غير جزاره افندينا، غير جزاره افندينا. قطعه شوكولاته ب2 جنيه. بابلز الشوكليت دي كلنا عارفين انها غاليه. لا دي ب2 جنيه بس في بيسكو مونتو، ب2 جنيه اسمها بابلز. هايل ما شاء الله، اللهم بارك، منتجاتكم هايله جدا. طيب يا ترى بقى انتوا بقى كمصنعين وكناس عندها مصنع وكناس بتعلم الصناعة المصرية، اكيد بتقابلكم مشاكل. ايه المعوقات والمشاكل عشان نعرضها على السادة المسؤولين؟ واكيد طبعا السادة المسؤولين وسيادة الرئيس بيدعم كل انسان بيعمل صناعة هايلة زي صناعة. طبعا بنشجع الرئيس فتح السيسي، يعني ده يعني بصراحة نظم لنا الدنيا كلها. تمام، بس انا ليا عتاب بسيط. يعني ايه بقى العتاب؟ بالنسبه انا كنت شركه الكهرباء. ايوه، عندي يعني احنا من الثمانينات شغالين ما شاء الله، اللهم بارك. يعني بقى لكم 20 سنه في السوق. تمام، 40 سنه من الثمانينات. سوري، من الثمانينات. 40 سنه ما شاء الله. انا في الحساب ده. فحضرتك يعني منتظمين في سداد الفواتير وكل شيء تمام. يعني في شهر 3 اللي فات او شهر 4 3 كان في بدايه الفيروس كورونا. فاجئنا بفاتوره كبيره جدا، كبيره فوق يعني فوق المعتاد، وصلت لغايه 209 209000. انا معدلي 40 50 في لما اكون شغال. لما اكون شغال قوي يعني. انا موسمي زي ما انت شايفه كده، حاجات موسميه. اكيد شوكولاته في الشتاء. والبسكوت يعني ساعات حبه فوق وحبه تحت زي ما بيقولوا. ففوجئت في الفاتور، فروحت اكلم، اشتكيت منها، قال لي طب تدرج. وصلت المرحله لرئيس مجلس اداره اسمه حمدي عكاشة، رئيس مجلس اداره شركه الكهرباء، شركه توزيع البحيره. تمام. قعدت معاه وكلمنا، قال لي حاضر، وهوصلك لبتوع التفتيش الفني. ورحنا وعملنا، مفيش اي نتيجه، لكنه كلام مش عارف يقول ايه. وصلت لحمايه المستهلك برضه ما انصفتنيش، سمعوا حمايه المستهلك مع ان المفروض هي بتحمي المستهلك، لا ده بتحمي الجهه الحكوميه. طب انت شفت شكوتي؟ انا بشكي من ايه؟ بشكي من المحول بتاعي. المحول بتاعي في الاخر اتضح ان كان فيه عطل. المحول اللي هي المفروض شركه الكهرباء اللي جايباه لحضرتك. ايوه، هي اللي قالت لي في عطل. صلحه وتعالى. طب صلحته،
ابتدت الفواتير تبقى العاديه اللي انا يبقى كنت كام بسمعها. بقى؟ يبقى افريج قد ايه؟ 40 30 40 30. يعني هل يعقل؟ يعني طبعا احنا بنحاول نوصل مشكله مستثمر بيعمل حاجه محترمه بيرفع في الاقتصاد المصري، عنده عماله بيشغل ناس، انسان شغال بقاله 40 سنه. هو كان قبل فتره كورونا والركود اللي حصل في كورونا كان بيدفع 30 40 الف في الشهر. في فتره كورونا وكلنا نعلم الركود اللي حصل في فتره كورونا، حصل عنده عطل في المحول اللي هو بتاع شركه الكهرباء، بقى يدفع 200 او جات له الفاتوره 209 الف. حيازه شركه الكهرباء هو المحول المفروض بتاعنا، بس هم اللي بيصلحوه، هم اللي بيعملوا كل حاجه، قافلين على الاوضه، هم لو في اي حاجه هم المتابعين الموقف يعني. فجاله 209 الف دفعهم، بس تظلم على المبلغ ان ده مش الافرج الطبيعي. وصل لحمايه المستهلك وشافوا المحول، لقوا فعلا ان كان في عطل، ورجع تاني الافرج الطبيعي اللي هم ال 30 ال 40 مع الشغل الوقتي او الحالي. طبعا حضراتكم عايزين توصلوا للمسؤولين ان المبلغ ده المفروض يسترد، صح كده؟ عايزين حقنا بس مش اكتر من كده. يعني انا متظلم منها، حضرتك بتتظلم يعني. وبنرجو من السياده المسؤولين والاستاذ مين المعني بالشكوى؟ انا يا ريت لخاطر سياده الوزير المهندس محمد شاكر و المسؤولين عن قطاع البحيره عندنا استاذ حمدي عكاشه. تمام. يا ريت لو حد يعرف يتدخل، لان هم بيقول لك ادفع وتظلم، فادفع هجيب لك منين 209 والدنيا بالظبط. انا بنتج منتج بربع جنيه ونص جنيه وجنيه بالظبط، يعني انا مش بنتج حاجات مثلا ب 5 جنيه مستهلك او 10 جنيه عشان اعرف اسدد فاتوره حتى زي دي بالظبط. نسبه وتناسب يعني كلام لا يعقل. بالظبط. اكيد حاطين السكينه على الرقبه، بقول لك يعني بيفصل الطيار عليا لو ما دفعتش. يا الدفع يا الفصل بدون تبرع عماله ولا اي حاجه. تقسيط عالي جدا يعني، انا فوق يعني ادفع اكثر من 15 20000 جنيه غير فاتورتي، صعب قوي. 40 يوم قطعوا يعني كهرباء يعني اتحملت العماله اللي ملهاش ذنب، واقفين في الشارع احنا يا جماعه، طب انا هتحملكم بس انا برضو معذور، شركه الكهرباء قطع، فمش ما بقتش عارف اروح فين واجي منين، وعملت تظلم هنا وهنا وهنا، وبرضو لغايه وقتنا هذا الموضوع ما اتحلش، في تعنت مش عارف، وحاطين المبلغ على الفاتوره. بنرجو من السادة المسؤولين في البحيرة، مسؤولين عن شركة الكهرباء في البحيرة، بنرجو من سيادة المحافظ في البحيرة، وأنا عارفة أن أنتوا لا تتوانوا عن مساعدة أي مستثمر. الشكوى اتعرضت لحضراتكم، الموضوع سهل وبسيط، الموضوع كان فيه مشكلة في المحول بتاع شركة الكهرباء، لما تصلح رجع الأفرج الطبيعي، يبقى بالعقل السعر اللي كان جاي ده جاي نتيجة عطل، يبقى احنا نحل المشكله للمستثمر ولا نوقفه ونوقف مصنعه ونوقف انتاجه ونقعد الناس في بيوتها وبعد كده نقول في بطاله؟ يا ريت نحل المشكله بعد اذن حضراتكم، نحل مشكله مصنع بيسكو مونتو بعد اذن حضراتكم. في كفر الدوار. في كفر الدوار. في برضه مشكله تانية صغيره، معلش بعد اذنك. احنا مش عارفين نعمل رقابه على التجار، خسائر الخامات كل يوم والتاني بيزيد. طب بيزيد ليه؟ مفيش حاجه جدت يعني النهارده، يعني مثلا كنت بشتغل سعر الدقيق مثلا سي 3800 في شهر واحد ب 4900، زاد 1000 جنيه في شهر، ليه؟ ايه اللي حصل؟ هو انا بنتج برضه فائت نص جنيه وربع جنيه وجنيه، يعني حضرتك ما زودتش السعر، ولكن ما اقدرش ازود سعر، ما اقدرش ازود سعر على المنافسه كتيره، المصانع كتيره. هو في مداخله استاذ سامر معانا من اول الفقره فندخله. اتفضل يا استاذ سامر. ازيك يا استاذ هاني؟ نور الدنيا كلها. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا يا استاذ سامر، اتفضل حضرتك. ازيك يا فندم، اخبارك ايه يا استاذ هاني؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله، نشكر ربنا. نور الدنيا كلها، ومنتجاتك جميله وشغاله عندنا في الصعيد، حاجه حلوه قوي يعني. حبيبي الله يخليك، متشكر جدا لذوقك. احلى شغل البسكوت والنعناع واللبان والشوكولاتات، بجد يعني منتجات نظيفه. الحمد لله، نشكر الحمد لله. احنا في مركز الفشل بني سويف يعني. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ سامي. احنا بنركز وجه قبلي. ربنا يخليك يا فندم. تمام. متشكرين جدا لمداخله حضرتك. العفو. ربنا يخلي حضرتك يا رب. طبعا مشاهدينا الاعزاء، كلنا شايفين المنتجات الهائله والاسعار التنافسيه الرهيبه، يعني انا ما شفتش اسعار كده اساسا، هو لسه نص جنيه بيستخدم. فلما يبقى السعر ده والمنتج العالي الجوده ده والفينش الرائع، يعني دايما كنا بنتكلم عن ان الفينشنج المصري ما بيبقاش حلو، لا الناس دي عامله فينشنج هايل، مدي لك منتج ممتاز سعر تنافسي، ما فيش اروع ولا احلى من كده. اللي طلب الجمله والموزعين في المحافظات، الارقام موجوده على الشاشه،
لو حضراتكم تحبوا تتواصلوا وتاخدوا من مصنع بيسكو مونتو، الارقام موجوده على الشاشه لاي حد حابب ان هو يتعاون وياخد من مصنع بيسكو مونتو. كمان الساده المسؤولين يا ريت اللي سمعوا حلقتنا يا ريت نحل مشكله مصنع بيسكو مونتو. المفروض ان سياده الرئيس حثنا جميعا على العمل والناس دي بتشتغل بجد. اسم المصنع عشان هو ممكن يقول لك مين بيسكو مونتو، هو كان اساسا اسمه كريستينال. كريستينال، فهم تلاقيه برضه في شركه الكهرباء معروف باسم كريستينال. تمام. ورثه عزمي سليمان. تمام. مصنع كريستينال ورثه عزمي سليمان. تمام. يعني المصنع كان الاول يا جماعه اسمه كريستينال. مصنع كريستينال ورثه عزمي سليمان، ودلوقتي اسمه بيسكو مونتو. وانا متاكده ان الساده المسؤولين لن يتوانوا عن حل هذه المشكله، انا عارفه كويس جدا وعارفه قد ايه سيادة الرئيس دايما بيشجع المستثمرين ودايما بيقول لنا اشتغلوا. فلما نلاقي حد بيشتغل بجد يا ريت ما نضايقهوش ولا نوقف له شغله، لا نسيبه يشتغل عشان الراجل ده فاتح بيوت ناس، عشان الصناعة دي حاجة مشرفة لمصر، وهو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي سيادة الرئيس عايزه. في نهاية فقرتنا مشاهدينا الأعزاء بنشكر حضراتكم، بنشكر أصحاب مصنع بيسكو مونتو، بنشكر حضرتك يا أستاذ سامح. ميرسي جدا يا فندم. ميرسي جدا لحضرتك. ميرسي جدا. وبنشكر حضرتك يا أستاذ هاني. الله يخليك. شرفتونا. أنا شرف ليا إن أنا أبقى معاكي في البرنامج. ميرسي جدا يعني. ربنا يخلي حضرتك، شرفتونا وبنتمنى إن مشكلتكم تنحل. مشاهدينا الأعزاء هنطلع دلوقتي على تقرير هتتفرجوا عليه وترجعوا لنا تاني، أنا مستنيكم.